فيديو. شفتو واحد كم مرة شفت هذا الفيديو؟ نص مرات شفتو. هاد الصورة هادي ما ننساهاش خلاص. والناس اللي كانوا مور الاغتيال ما نسمحلهمش خلاص، ما ملي ماتوا ما نسمحلهمش. جامي نسمحلهم. ماشي قتلوا برك يعني ولاد بوداف، قتلوا يعني مام الشعب الجزائري اللي كان يعني كان يعني الامل ولا معاه في الشهور. قتلوا الامل، قتلوا ليسبوار الجيري، وقتو سيد هذا يعني كي تشوف التاريخ تاعو كيفاش ملي كان صغير هو. ماذا تقول له؟ والله صعيبه بزاف. يعني كي شفت الصوره هذه والله العظيم يعني غير لحمي تشوك. خدعه، هذا انسان خدعوه ولي جابو خداعين. باسكو نهار مات واحد نرفد يعني واحد نرفد سبعه وقال نجيبوا الحقيقه. السيد هذا قال جبناه قتلناه صارت كارثه في بلاد هذه، الناس كامل بكات عليه. مع الاخر تجيب لي انت غير مغاربي تقول لي هذا هو اللي قتل، والجماعه اللي كانوا موراه كاع خباوهم. علاش ما كانش عداله في بلاد هذه؟ ولا غير الشعب الصغير هو اللي خلص في البلاد هذه؟ لي سيغ بورتابل يديوها 24 حبس على الحقره هذه. ها هو الاختيار تاع بودياب، جيبوا شنو قتل بودياب. ها معروفين نزار توفيق معروفين يقتلوه. واليوم ندينونسيهم هادو كاع هما اللي قتلوا بودياف، هما يسون ديرير لاساسينا دو بودياف. إيج لي ميو ديفي يجيو يقابلوني. كيفاش يقابلني توفيق؟ انت كنت مسؤول تاع دي ار اس، كيفاش ما عندكش انت بلي راس يقتلوه تمسخر بيا؟ انت على ما ديميسيونيتش؟ علاش ما مشيتش؟ مي كان ربي الحمد لله، كاين اخرى ويخلصوا ان شاء الله.